لو الحكاية فيها إن فيتو. نزلت ليه النهاردة؟ نزلت ليه النهاردة؟ نزلت ليه النهاردة؟ عشان أدي الواجب بتاعي. عشان أدي الواجب بتاعي. إيدك برغم إن إيدك مكسورة ليه جيت النهاردة؟ لأجل واحد. عندك كام سنة؟ 82. 82؟ ايدك مكسوره وتعبان، تقول ايه للشباب بقى اللي مش تعبان؟ الواجب لازم اعمله. تقول ايه للشباب اللي مش تعبان وايده مكسوره وقرر ان هو مش عايز ينزل؟ لا، كله على اجل مصر. تقول ايه للشباب؟ تقول ايه للشباب؟ كله ينزل، كله ينزل.